انطلق شوطنا الثامن، شوط القعادين. انطلق واندفعت القعادين بهذه القوة، ما شاء الله ما شاء الله على هذه السرعة. في مقدمة الشوط الضرس حمد بن علي آل بدن، وفي ثاني المراكز شاهين علي بن سند المهندي، ومن الجانب الأيمن في ثالث المراكز مصيحان محمد بن زايد بن سعيد آل محمد، رابع المراكز راهي فهد بن ذروه المري، ومن الجانب الأيمن في خامس المراكز مهند راشد بن سالم آل سعد. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى التنافس. ما شاء الله ما شاء الله ما بين شاهين علي بن سند المهندي. كم رقم الثاني؟ والضرس حمد بن علي آل بدن في ثاني المراكز، وعلى ثالث المراكز أرد دخول من مصيحان الاندفاعة القوية محمد بن زايد بن سعيد آل محمد. الأربعمائة متر النهائية تعديناها في هذه اللحظات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. جميع القعادين في نقطة واحدة، الله 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 الله. الباز بريك بن سعيد العرج، ومعروفة سلالة الباز ما تحتاج توضيح ولا تحتاج الباز الباز، ولكن راهي 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 على مقدمة هذا الشوط فهد بن ذروه المري. تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالك راهي فهد بن ذروه المري. وعلى ثاني المراكز الباز بريك بن سعيد العرج، وفي ثالث المراكز شاهين علي بن سند المهندي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التوقيت الزمني دقيقة 45 ثانية 24 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الشوط.